مشتاقين يشكلموه. اذا ما مسوي اشتراك فسوي شغل الجرس، اهم شيء حتى تونس بالباقي مال الفلوجات كلهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اليوم جايين على السلطان احمد، بدنا نشوفكم اجواء رمضان واجواء الافطار هنا مثل ما تشوفون العالم خاصة احكي لكم كل شيء عنهم. الاجواء تجنن، جناسي كل الجناسي حتى المسيح يهود الملحدين كلها تفطر سويه، هذا احلى شيء طبعا، ما راح تحس بفرق انه انت بشر بس انت انسان، هاي من الاخير اهم شيء الانسانيه. طبعا انا اعتذر على التاخير بالفيديوهات لان كانت عندي امتحانات قبل يومين خلصت، فان شاء الله من انا ورايح راح اعجبكم وكل فلوج راح يصير احلى من اللي قبله، وخليني اشرح لكم المكان. يلا العوائل كلها جايه هنا تقعد وتفطر سويه على منتظرين مدفع الافطار او اذان المغرب حتى يفطرون. طبعا تقدرون تقعدون هنا كلها بلاش، اول شيء هاي احلى شيء، ثاني شيء انه الجو حلو، رابع ثالث شيء انه لمة حلوة، يعني العالم اجانب وجنسيات كوما، يعني ما راح تلقى نفسك مثلا اذا عراقي بس عراقي واذا جزائري بس جزائري لو بس سعودي لو كذا. طبعا مأمن المكان كلش مأمن، تفوت مو بتفتيش يعني تفتيش سونار، انت تمشي تتفتش بلي ما تحس. ومثل ما تشوفون الاجواء هنا ويقدمون فعاليات همين، ف يعني مكانكم خالي. مثل ما تشوفون انه كل مكان عالم، كل مكان عالم، كل مكان كل الجنسيات. يعني انت مو بس انه كل الجنسيات، يعني انه ما تعني تجي تسحب، لا كل الجنسيات تجي تتعرف ثقافيا، يعني مو تسحب. يعني طبعا هاي الطاولات يخلوها بس برمضان حصريا، تجيب اكلك وتجي تفطر هنا. اوكي تشوف العالم هيك سفرات طالعين من السلطان احمد، يخلون مسرح هنا فعاليات ومسابقات يسوون يوميه. طبعا الطاولات مجانيه اكيد انه تقعد عليها، بس لازم تجي من وقت، يعني ماكو مكان. مثل ما تشوف انه في كل مكان، في كل حته اكو بشر. يعني شوي حبيبتي شوي، اوكي ما شاء الله حلوين والله، حلو الجو هنا. فبس انتظر موعد الاذان وخلينا نشوف الاجواء ايش راح يصير، لان انا سمعت اكو مدفع بس وين المدفع ما ادري. بهدفنا انه بدنا ننتظر احنا ياذن، فراح اشوفكم البزار اللي فاتحين جديد هنا من السلطان احمد حتى تونسون. يعني من تجون هنا ما تحسون روحكم ضايعين، عبالك شايفيها ثاني مره مو اول مره، اهم شيء حتى ما تنغشون وتعرفون وين تروحون. تمام يلا. طبعا هذا البزار هيك شكله، شوف الانوار الترتيبات هذن هنا، المحلات مال كل شيء مال كل شيء، شوفوا هذن سوالف مال قماش اعتقد يصنعون قماش هنا، اي والله يصنعون مال قطن همين، هاي مال اكسسوارات وقايد ما ادري شنو، هاي مال الزجاجيات، هنا شالات، هنا اثار ما اثار وهيك شغلات حلوه. هاي حلويات هنا يبيعون، شرطه بكل مكان طبعا مأمنين المكان تماما. مثل ما قلت لكم من ثقافات مختلفه، يعني عرفتي شلون، فمو رمضان ومو حجابات وما ادري شنو، لا عادي هنا ثقافات مختلفه، حتى صينيين اكو، كل شيء اكو، عرفتي شلون. هذا الشيء يبيع هنا ربطات وملاعبها، مو كانها مال السحرة. اوكي هذا ما ادري ايش يسوي، هاي ينحت مال نحت صح؟ هاي. وين الحليب؟ حليب هذا، ها على بالي حليب. اوكي هذا من هيجي الطرشي، الطرشي والمخللات، طرشي الموز وينه؟ طبعا محمود ثقافته بالتركي احلى من عندي. طرشي الموز، طرشي الموز، طرشي التفاح، طرشي التفاح البيض، طرشي البيض وطرشي البرتقال، وال طرشي البرتقال هذا، فلفل، المشمش، المشمش والرقي. ما الرقي شنو انواع الطرشي هاي المختلفه الحلوه اللي جنب؟ كل انواع الفواكه كل طرشي، هذا من اكثر الطرشي المحبوبه، هذا حتى بالعراق، هذا الشلغم مو؟ الاي شلغم، اي الاي ها طرشي عرانيس، باقله، جزر، تفاح صغار، هذا طرشي الطماطش، طماطش؟ طماطش غير قبل ما تصير طماطه، ها والذرة هاي مال باميه، اكو طرشي الاخطبوط، هذا اخطبوط حقيقي؟ اي والله اخطبوط حقيقي مسوي طرشي. طرشي النبق، طرشي النبق هذا، طرشي البصل هنا، طرشي باميه، كل انواعه كل تصنيفاته، يعني ما ادري شلون مسويها صراحه. الطرشي اصلا مو التركي اصلا، يعني حتى كلمه طرشي بال او مخلل بسرعه عامه، احنا نقول بالعراق نقول طرشي، كلمه طرشي نفسها بالتركي ترشو، يعني طرشي نفس الشيء. وطرشي الاناناس، طرشي الاناناس، هذا طرشي الاناناس هميني، يا الله شوف الاصناف ايش قد مختلفه، مال العرموط هذا يمكن مو؟ نعم. اي ويلي ما شاء الله. وهناك انواع ترشو على المقدمه مالت محمود اليوم. اي عاد على فكره عن سيف محمود، رن اسطنبول 2013 في الماراثون كان رقم 3. شلون؟
كمك لبس الماراثون رن اسطنبول. ها؟ واو على الماراثون ماخذ الثالث مال اسطنبول، حلو ما شاء الله رياضي. طبعا مثل ما قلت لكم انه هاي الخزفيات هنا همني هاي السوالف. الجلايد وهاي الله ايش دا يسوي؟ يسويها قدامك. يسويها قدامك الشغلات هاي الجلايد الاكسسوارات. هاي الزجاجيات الصغار شوف. سيرة الاخطبوط قبل شوية شفنا الطرشة هذا اخطبوط بالزجاج. يسوي هنا قدامك يسوي لك اياها حسب الطلب صح؟ ايه حلو. تطير القلادة وتطير الشيت يسوي لك اياها ويسوي لك اياها. حلو حلو حلو. هاي الشغلات طبعا على طول مو بس برمضان. هاي لا مو برمضان اغلبية اوقات. اي اي بس هاي الشغلات مثلا سعرها يعني 10 ليرة 10 ليرة 10 ليرة يعني دولارين. حتى ولا شيء يعني. ايه دولارين اقل. يعني واحد يجي يشتري له 100 وحدة ويهديها لاصدقاء والناس. صح. تخيل انه هاي تخيل قطعة فلوسها 20 ليرة يعني 3 دولار، يعني تهاد وتحبش، قد حلوة الهدايا. تتذكر اصلا وهم ما تسوى يعني فلوسها ما تسوى رخيصة. والله ما تسوى تتذكر اصلا. شوف الاسعار انه 30 25 40 هاي كلها قسموها على 4.5 وتطلع بالدولار، لان الدولار حاليا 64 ليرة تقريبا. ولا شيء، ولكن انه الهدايا حلوة واحد يهدي صديقه. اكيد حقيقة. اكيد طبعا. لقينا المدفع هنا بس شنو صار ما اقدر شلون اوصل. ما دا اعرف شلون اوصل. شوف العالم ايش قد طبعا عالم هواي كلش هنا ما دا اقدر اصور اقرب بصراحه اللي ما اقدر افوت. هاي الكاميرا دا يصورون قنوات ما قنوات وهناك المدفع موجود هناك هو بس ما اقدر اوصل يعني شوف العالم ايش قد والبره بعد اكثر البره يعني فوق ما تتصورون ازدحام. هنا أنا أكو لقاء صحفي تلفزيوني على القناة التركية طبعاً بس ما أعرف من قاعدين بصراحة لأن مو حيل بالشخصيات الأولية الشخصية لا هذول أعرفهم هذول حيل أعرفهم مو الأحمر خاصة صديقتي كان المهم هذول طبعاً شوفوا المنصة مال اللقاءات هيجي شوف الترتيب ترتيب رمضاني خرافي ها إيه اسمع اسمع ركز بس ركزوا لي بالموسيقى وركزوا لي بالشكل أويلي أويلي أنا حلمي على فكرة خاف ما تدرون أصير ذاك الكاميرامان هذاك إن شاء الله أصير والأجواء هيجي الأجواء هيجي طبعا هنا ذاك جامع السلطان أحمد يسوي له ترميم وتنظيف هذه المنارة أكو منا على اليسار يصير مقابلك الأيا صوفيا متحف حاليا هو مو جامع بالنسبة للإضاءة مال الستيج هيك مثل ما تشوفون إضاءة كاملة هنا همين عندكم هذا الليد على مود ينطي أجواء رمضانية ودينية أكثر قاعدين هناك كاتبين إنا فتحنا لك فتحا مبينا على الهلال إيه صح شوف على الهلال إيش كاتبين طبعا حتى بهاي الحديقة مثل ما تشوفون هنا جايبين سفراتهم وقاعدين هيك قاعدة الشهي يا أهلي وينكم من على الهبل تباع القعدة باعوا خرب إنا أنا انقهر ترى من أشوف هيك قاعد واحدة يعني مال بالي المهم فاذا تجون ويا اهاليكم تسوون هيك اجواء ترى شيء من الجنه والله العظيم الشعور خيال يعني انا دا امشي وشعور خيال والجو مميت الجو ما بي اي حراره يعني اخاف الجو يومكم حار ترى هنا الهواء بارد كلش طيب كلش محبوب الجو كلش يعني تخليك تريد تنام بالشارع اصلا اوكي ما في هيك شكول تخليك تحب الحياه هنا يعني اهم شيء الحمد لله الحمد لله رمضان كريم هاي طبعا من داخل الجامع هسه احنا حاليا داخل الجامع شوفوا حتى اللي فوق قاعدين وين ما تروح قاعدين عالم الله يعني شوف هنا التسامح حلو احنا عندنا مثلا جامعك وبعضها ما تفتح وما تسمح لك تقعد بالحريقة وتاكل وما ادري ايش وهنا اهم شيء لا خليني اشوفكم وجهي واحكي لكم اياها طبعا هاي الاجواء انتم اكو ناس راح تفكر انه من يلم الوساخه وراهم صح وهذا حقك يعني انه من يلم الوساخه ورا هالقد ناس يعني شيء يلمها اصلا فهنا اهم شيء انه العالم بينها وبين نفسها مثقفه العالم بينها وبين نفسها اجوا على مكان نظيف يعرفون نظيف ف يعني قليل نادر جدا ما تلقى احد يخلي مخلفات وراء وساخه لين وحتى اذا خلوها يعني اكو ناس تنظف بس من الثقافه ومن يعني شلون وجه حلو انه توجه تمثل دولتك انه تشيل وساختك وراك فهذا الشيء كلش حلو هنا انه يشوفون الشوارع كلها نظيفه يعني كلها نظيفه كلش ليش؟ لان ما حد يوصخ اصلا ما حد يوصخ مخلي لك حاويات بكل مكان هاك شوف تكرمون حاويه زباله هنا حاويه زباله بكل مكان مخلي لك حاويات حتى ما تتعجز تشمرها طبعا هسه اذن واحنا ناسين نجيب اكل فراح نكتفي بالمي يعني والحمد لله قلت لكم راح نكتفي بالمي لان شو ناسين نجيب اكل ينتظرون الناس الصينيين ينتظرون
طبعا هاي اهم بالصدفه شفتها اعلان انه بين يوم 16 مايس و10 حزيران اكو معرض كتاب راح يصير بالايا صوفيا اللي هو هذا الجامعه والمتحف يعني ذاك قدام ايا صوفيا قدام ايا صوفيا. لا شوف العالم كلها قاعد تفطر، اهم شيء بافطارهم انه كله خفيف لحد الان انا ما شفت اطباق وهاي سوالف، لا لا هيك لفه لو سميت لو لفه جبن لو ما ادري شنو مي تمر وبيدا اي تمر وبيدا بيدا مثل لحم بعجين تقريبا، فشغلات كلش كلش خفيفه يعني هي صحيه مال رمضان هي هيك الشغلات على الفطور وراها تتعشى يعني في كل حتى في كل مكان قاعدين. شوف الجنسيات شوف كل مكان كل مكان قاعدين كل مكان الاجواء تجنن. شوف الهدوء الصار هالعالم كلها يعني تقريبا فرد 5000 شخص هنا موجود يمكن. شوف الهدوء الهدوء مخيف يعني شيء روعة وبعد الشارع نظيف بيها تجارة يلا حلت والله بيها تجارة وبعد الشارع نظيف اهم شيء انا بعد ما فاطري يلا اسرع على مطعم نقطة جوعان جوعان جوعان. طبعا لهنا انه شوفتكم الاجواء برمضان بمنطقة السلطان احمد هنا انا قلت لكم انه كل شيء مجانا عدا الاكل، الاكل اذا مقدم من مائدة الرحمن فهو مجانا واذا جابه وياك فهو مجانا، اذا تريد تشتري من المطعم كيفك يعني بس من المطعم ما راح يجي بلاش. اوكي شكرا شكرا تخربت الفيديو اوكي بس ما راح اوقف. هاي المنطقة السلطان احمد باسطنبول طبعا انه كلش مشهورة ماكو داعي انه واحد يقول لي شلون اوصل ما شلون اوصل، السلطان احمد كلش مشهور هو منطقة كاملة يعني. يا رب تونستوا شوفكم اجواء رمضان وحبيتوا المكان يا ربي واشوفكم ان شاء الله في الجاي. باي باي.